ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الجدي، واكتر الحاجات اللي بفكر فيها برج الجدي في خلال شهر يونيو العام 2021، ايه اكتر الحاجات اللي شاغله بالك؟ ايه اكتر الحاجات اللي بتخليك او بتخليك ان انت تبقى منتظر، عندك طاقه انتظار كبيره، او ان انت تسرح كتير؟ كل ده اللي هتكلم عنه النهارده، او ممكن اتكلم عن جزء منه، لان بالفعل دايما يعني في تجدد دايما في الافكار، وخاصه عندنا حركه الكواكب بتاثر كتير، فبالتالي بتغير طريقه فكرك من ان انت مصر على قرار معين، او انت متخذ قرار معين، او انت شايف وجهه نظر معينه، وبتبدا بعد فتره بتغيرها. ودي اكتر حاجه موجوده عندك يا برج الجدي، وهي ان انت عندك شيء انت شايف ان هو ده الصح، هو ده اللي المفروض يتعمل، هو ده اللي مش عارفه ايه، بتبدا بعد فتره تبدا تغير وجهه النظر دي، او التعامل ده، او وجهه النظر اللي انت كنت شايفها بمعنى اصح، او القرار اللي انت كنت متخذه. فبالتالي عندك تغيير في القرارات. اكتر حاجة بتفكر فيها وهي ان انت عايز تلوم حد، عايز تلوم حد على قرار، عايز تلوم حد على حاجة معينة، عايز تلوم ناس كتير جدا. يمكن مأجل مرحلة اللوم، او مأجل لان انت خايف دلوقتي لانك في مرحلة ضعف شوية، فمش عايز تعلن او توضح ان انت بتلوم فلان وتعتب على فلان، لكن مستني اللحظة اللي تفوق فيها وتبدأ ان انت تقول واحد اتنين تلاتة هوب، فعايز ان انت تهب في كل الناس بجد. فعندك تلوم في، ويمكن اقرب الناس ليك، يعني عايز انت تلوم بعض الاشخاص اللي انت عارفهم وقريبين منك كمان. بالنسبة يا برج الجدي، برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتفكر فيها كتير، وهي مرحلة التغيير. عايز تغير حاجة، تغير مكان، تغير في فكرة التغيير، عايز تغير سكن، عايز تغير مش عارف ايه، عايز تنتقل لمكان تاني، عايز ان انت تنتقل لوضع مهني جديد، عايز ان انت تعمل حاجة جديدة في حياتك، عايز تعمل ده، او انت بتتمنى التغيير، بتتمنى تغيير المرحلة، ان انت نفسك تغمض، افتح الاقي الدنيا معايا راقت، الاقي الحلول وصلت، الاقي اللي فيه انفراجات، الاقي ان انا بدأت ان انا اعرف خطوات واحد اتنين تلاتة، الدنيا معايا بتتحل. عايز تعمل ده جدا، مشتاق للتغيير ومشتاق للفرحة فعلا فعلا. اي حد بيسمعني دلوقتي في يعني غير برج الجدي وبيتعامل مع برج الجدي، اعرفوا كويس جدا جدا ان هم محتارين حيرة قوية، مما يعني لو هم قد ايه بيبينوا ان هم اقوياء وان احنا متماسكين وان وان وان، هم مش كده، هم مش كده خالص، هم مشغولين كتير. برج الجدي انت عندك انشغال باكتر من شيء، ولكن بتحاول ان انت توضح انك اقوى، انك اقوى، انك تقدر، انك تكون تتميز بيه ان انت صامد اكتر. عايز تعمل ده وبتوضح ده، بس انت من جواك كأن بيتداس عليك اكتر. المهم لان الموضوع ده اكتر الناس اللي بتتابعه اللي بيراقبوا برج الجدي، فلازم ان هم يعرفوا انتوا يعني ما يضغطوش عليكم اكتر. المهم بالنسبه يا برج الجدي، الحاجات برضو اللي انت بتفكر فيها قوي، وهي الحاجه اللي ليها علاقه بالاستقرار العاطفي، اللي انت عايز الشريك يبقى فيه احساس حب متبادل، فيه رومانسيه، في ما يبقاش نكران للجميل. انت بتساعد كتير الشريك، بس انت حاسس ان هو ان انت منتظر كلمه شكر منه، منتظر فعلا كلمه منه، منتظر رد فعل ايجابي، منتظر ان انت تحس بقيمه اللي انت بتعمله، قيمه ان انت بتقف معاه في حاجه او بتساند في امر معين. عندك ده جدا جدا يا برج الجدي. برج الجدي انت اكتر الحاجات اللي انت عايز تعملها للناس اللي مش مرتبطين برضو، هي فكرة ان انت يكون في حالة من الحب الرومانسية، او شخص يبقى في ما بيننا مشاعر حلوة، يكون في قرب علاقة، او في استقرار عاطفي. نفسك كتير ليه؟ ان انت تبقى في ترابط، في خطوبة، في زواج، في اولاد كتير. برج الجدي مشتاق ليه حالة استقرار تجمع ما بينه وما بين الحبيب، او تجمع ما بينه وما بين العلاقات العاطفية، يعني الحب، ان يكون في حياته حب. فعندك ده جدا، مشتاق كتير لده. برج الجدي عندك مرحلة برضو من ان انت بتهتم بيه، مش هقولك مظهرك، لا، بتهتم بيه فكرة نضارة وشك، بتهتم بيه صحة شعرك، بتهتم بيه صحتك الجسدية، بتهتم بيه. عندك ده يعني بتهتم كتير بصحتك، بتهتم كتير بمظهرك الجمالي من حيث الشكل، وي يمكن يكون عندك اللي هو مثلا احافظ على ستايل ولبس وشكل والكلام ده، لا انت طبيعي حلو، انت شايف ان انت، لا انا حلو، بس عندي اولويات تانية، لو ان انا احافظ على الشكل، بشرتي، شعري، جلدي، ملمسي. عندك ده يعني عندك النقطة دي كمان. بالنسبة لك ان انت في حاجة ليها علاقة بيه، ان انت بواقف جنب حد او بتدعم شخص ما. برج الجدي
ارباع برج الجدي هم بيساندوا اشخاص، بيساندوا حد بيقفوا معاه، بيساندوه من بكلام، بيساندوه بمجمع معلومات، بيساندوه بايا كان الشكل. فانت عندك حاله مسانده لشخص ما يكاد يكون الحبيب، وبالتالي انت حابب ده جدا جدا، يعني انت بتعمل ده عن حب، بس في نفس الوقت بيجي في بالك مرحله من القلق، اخره ده ايه؟ طب اخره الشخص ده ان هو دايما انت زعلان عليه، دايما انت بتفكر في الغير، دايما تفكيرك في، او اقدر اقول ان لحد اول 3 اسابيع تفكيرك في الغير، تفكيرك في الغير، بس الغير ده مش بعيد عنك، الغير ده قريب منك وشخص يمسك جدا يعني. المهم برضو عندك الوضع الصحي، سواء صحتك او صحه حد من المقربين ليك دايما، ده برضو موضوع قلقك جدا. يمكن يكون عندك مخاوف دايما من الاجواء العالميه والكورونا والامراض اللي عماله بتزيد علينا، فعندك ده يعني، عندك المخاوف دايما على الاب، على الام، على حد من الاخوات، على حد بيعاني من مشكله. في كمان بالنسبه لك ان انت يعني غير النقطه دي، ان انت عايز تخلي المعاملات افضل، عايز تتعامل بشكل افضل، او ان انت تتعامل من الاخرين بشكل افضل، مش عايز يكون في حاله من حالات التدخل في شؤونك، مش بالنسبه لك مش حابب الجو ده جدا، مش حابب ان انت ان مثلا انت والشريك مرتبطين فيجوا الاهل يتدخلوا في امر مش يخصهم شويه، او انت حاسس ان ده في عدم مراعاه لمشاعرك، عندك ده جدا. عندك للناس اللي عندها علاقات طرف ثالث، او بتعاني من علاقات طرف ثالث، او اللي عندهم غيره او شكوك شويه، مازال يعني لسه عندهم، لان الموضوع ده كان موجود وبدا ان هو يخف الى حد ما. فبالتالي انت عندك الموضوع ده، انت متاثر بيه يعني، متاثر شويه، فخلي بالك كتير من ان انت تقع في الموضوع ده وتندرج وراه اكتر، طرف ثالث، الغيره، الشكل، لان ده ممكن يعمل مشاكل مع شريكك اصلا. فخلي بالكم جدا من النقطه دي، وموضوع التدخلات في شؤونك خلي بالك برضو ان انت تقدر انت اللي تبعد التدخلات دي، انك ما تحكيش يعني، ما تنقلش الكلام ولا تحكي ولا حته ان فضفض وما فضفضش، لا خلي بالكم. بالنسبه برضو لحاجه تانية مهمه جدا يا برج الجدي، انت عايز تقرب علاقات او تتواصل اكتر مع الاصدقاء، او ان انت يكون في حاله من الود، حاله من قرب العلاقات. عندك كمان ان انت في عروض مهنيه، فانت مش عارف اقبل العروض دي، ما اقبلهاش، اكمل ما اكملش الدراسه، في عندك حاجه ليها علاقه ان انت عايز تاخد كورس جديد او تكمل دراسات عليا، طب اكمل ما اكملش، اغير، طب عندك مليون سؤال بتساله لنفسك في النقطه دي، كان الحيره راحت منك في الوضع العاطفي، راحت لامور مهنيه، الحيره دلوقتي موجوده عندك في وضع مهني، فاللي هو عندك مش عارف تتعامل ازاي في الامور المهنيه، فجو بالنسبه لك شويه محير في النقطه دي. خلي بالك، شوف دايما الاصلح ليك، لان انت محتار ما بين دراسه او ما بين كورسات او ما بين وضع مهني، او بالنسبه لك حاجه مناسبه او مش مناسبه، او عرضين وانت مش عارف توافق على اي عرض مهني، او مجالين، او مجال شغلك او مجال دراستك ومجال اخر، فعندك حيره يعني جزء ما. فخلي بالكم كتير يا برج الجدي، لان عندك برضو جزء من الحيره في خلال الشهر، مع انه شهر ايجابي على فكره، الا ان عندك نوع من انواع الحيره، او عندك شهر بتتحسن فيه الامور عن اللي فات، عن اللي فات، لكن برضو في جزئيه من الحيره اللي بتكون موجوده في امور مهنيه، في امور دراسيه، في امور عائليه، خلي بالكم كتير. بشكركم جدا، قولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، بحبكم كتير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.